الجهوية المستعار اللي جا اللي جا المشروع ديال الجهوية. أنا الصدر المحتوى لا هو ولي. أمعنى يا بابا اللي هاو كان تينيتي تيني مرت قاقاتي يفرخاني وغصة سن تمن يضمني يغيد مرات غلاكيني يغيد مرات غلاكيني سكرت في ماء سكرت في ماء لسول داغ ورغي وهنا بما يوسل قدني سكرت في ماء لسول داغ ورغي وهنا بما يوسل قدني أسول تينيتي هنا الحالي كمينا بسا تلدمني كمينا بسا زرغ فولكي زرغ تزلقا نويد لازي تيرم تيميم ورغي نكتغا نكيت كي انا نقا كيد نكي انا نقا يخني تيت وسنان نكيني كي قرقا تتوقع رجولي للتقاضى والمتاع لدي ما تتباع يقدم ويضحي ذلك الصمت والسيار من اجل وضع اهداف وصبر من اجل انجاح التلميذ والتلميذ وبتقولته انها القيمه والمفيده. وبمناسبة هذا اليوم يوم العالم يوم الحضور كنشكر الأستاذ اللي جا من مدينة تيزنيت ولا من بلاصة أخرى واللي تجشموا على السفر الأنزي المداخلة ديالي هي الشكل التالي واش الأستاذة زهاء بغيت نسولك واش يمكن نقولوا أن هذه القضية ديال الإدماج المرأة ما تماداش بزاف يعني بغيت نقول لك واش يمكن هاد المرأة دابا تكون كول تدخل في الجامع الدور ديال الرجل في المجتمع أشكر ضيوفنا الكرام على هذا الحضور أقصد بالضبط السيدات بصدد السرعة نحن ونسى دائما غدي معها وننسى لنا اللي غطبها هذا وغتصفي بالإيمان حتى وهذا الشيء للأسف الشديد كاينة جمعيات نسائية حقوقية ومنظمات اللي كتمشي في هذا المنوال قوة لأن ما الذي يعطي للإنسان بصفة عامة القوة ثلاث أشياء بنظري الإيمان بالله سبحانه وتعالى كينور له الطريق وهذا الشيء هذا واحد الحاجة اللي ما كاينش في الطريق بس المسألة الثانية العلم والإنسان العالي في الدوار ديالكم كيدخلوا الناس كيفهموه كيستشروا به كيستشروا معاه كيعيطوا أو المال أغنى رجل عندكم في الدوار كل شيء راه سيتبدل كيف ولا لا المرأة خصوصا المرأة السوسية اللي عندها واحد يعني واحد صورة جميلة في هنا في سوس واللي واحد تعليمي وتربية ناشئتنا وأخيرا تحية لكل نساء العالم أيوز إتمارين مغرمي شغلي جدا خصوصا أنه كيشمل واحد المنطقة مهمة يعني في سوس وهي أنزي اللي غنية بواحد الإرث ثقافي وعمراني واقتصادي واجتماعي وكذلك بالموارد البشرية والرجالات ديالها والاحتفاء بالمرأة. أنا كنشيد بهذا المنتدى وبهذه المؤسسة اللي قامت بهذا التظاهرة وبالأعضاء يعني لجنس يعني الشباب اللي كاينين فيها وهنيئا لكم وشكرا وكذلك هنيئا لجميع نساء سوس ونساء المغرب ونساء العالم ككل على هذا اليوم اللي كيخلد المرأة ككل. يسعدنا كثيرا أن نحضر هذا اللقاء ونغتنم الفرصة للتقدم بجزيل الشكر لمنتدى الثقافة منتدى محمد الجزولي للثقافة الثانوية التأهيلية محمد الجزولي بدائرة أنزي على الاستضافة وعلى الدعوة ونراه لقاء تواصليا جد مهم بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة خاصة وأن موضوعه محاربة أو المساهمة في محاربة الهدر المدرسي هذه المعضلة الاجتماعية التي للأسف الشديد رغم المجهودات التي تبذل
سواء من طرف المجتمع المدني أو من طرف الدولة نفسها، فلا زالت تسيطر بشكل خطير على منطقة سوس، جهة سوس مصدرعة بصفة عامة، وخاصة في أعلى جبال إقليم تيزني. فننوه ونثمن هذه المبادرة بعرض هذه المؤسسة التعليمية، خاصة وأن الموضوع موضوع تربوي، وكانت الرسالة فيه موجهة لفئة مهمة في المجتمع ألا وهي تلاميذ المؤسسة التعليمية. جمعية إنصاف للمرأة والأسرة نهتم بهذه المبادرة التي قامت بها وهذا النشاط الذي نظمته ثانوية جازولي، وهي مبادرة قيمة نتمنى لها استمرارية في مثل هذه الأنشطة، وخاصة الاهتمام بالمرأة وخاصة الاهتمام بالفتاة القروية ومكافحة الحظر المدرسة الذي يعاني منه العالم القروي. ونحن كما قلنا في جمعية إنصاف للمرأة والطفلة الوسطى، من بين الأهداف ديالنا هو الرفع وتوعية المرأة والرقي بفكرها وتشجيعها على ولوج المؤسسات، ولوج المشاركة السياسية، ولوج المؤسسات المنتخبة، ولوج المؤسسات يعني جامعات، ولوج يعني المناصب التي لها الحق في ولوجها، وهذا من بين حقوق المرأة التي تدافع فيه جمعية إنصاف للمرأة والطفلة والأسرة. وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود الأطراف كلها المشتركة في هذا الورش ديال الدفاع عن المرأة والرقي ديالها والرقي بالوعي ديالها. وهذه المبادرة ديال الثانوية بطبيعة الحال هي مبادرة تدخل في هذا النطاق. إذا نشكر مجددا ونعيد الشكر للثانوية بأطرها في شخص مديرها وبأطرها التربوية والفاعلين يعني والتلاميذ ديالها والتلميذات على هذه المبادرة القيمة، ونتمنى لهم التوفيق والمسيرة والمزيد من التقدم في هذا الأنشطة. وشكرا.